إلى سنن ماذا؟ كتاب المناسك باب الخطبة يوم النحر. الله أكبر. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة صاحب مصنف من ثقات الأسبات رواه الجماعة للترمذي، وهناد بن السري أبو السري من ثقات الأسبات شيخ أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم الحنفي مولاهم أبو الأحوص الكوفي، قال ابن معين ثقة متقن، قال أبو حاتم الرازي صدوق دون زائدة وزهير في الإتقان، أبو زرع الرازي قال ثقة وذكر ابن حبان في الثقات. عن شبيب بن غرقدة السلمي قال البارقي الكوفي قال ابن معين ثقة قال أحمد ثقة قال النسائي ثقة. عن سليمان بن عمرو بن الأحوص الجشمي الأزدي الكوفي ذكر ابن حبان في الثقات وفيه جهالة. عن أبيه أبو عمرو بن الأحوص الجشمي رضي الله عنه أرضاه من الصحابة الكرام قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حجة الوداع: يا أيها الناس، ألا أي يوم أحرم؟ ثلاث مرات. قالوا: يوم الحج الأكبر. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا لا يجني جان إلا على نفسه، ولا يجني والد على ولده، ولا مولود على والده، ألا إن الشيطان قد أيس أن يعبد في بلدكم هذا أبدا، ولكن سيكون له طاعة في بعض ما تحتقرون من أعمالكم فيرضى بها، ألا وكل دم من دماء الجاهلية موضوع، وأول ما أضع منها دم الحارث بن عبد المطلب، كان مسترضعا في بني ليث فقتلته هذيل، ألا وإن كل ربا من ربا الجاهلية موضوع، لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، ألا يا أمتاه هل بلغت؟ هذه أمة الإجابة يعني. ثلاث مرات. قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد ثلاث مرات. نعم، هنا هذا حديث عظيم جدا. في يوم النحر خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس ليعلمهم أمر النسك وأمر دينهم، لذلك يسن لكل حاج في يوم النحر أن يقوم فيخطب الناس في بالحج. فقال هنا أبو الأحوص قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حجة الوداع وهو في يوم النحر: يا أيها الناس، ألا أي يوم أحرم؟ لأن في الرواية الأخرى قال أي بلد هذه؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: أي شهر هذا؟ أي يوم هذا؟ وكان يوم النحر الأكبر. فقالوا: الشهر الحرام والبلد الحرام، وهذا يوم حرام. فقال ثلاث مرات يسألهم: ألا أي يوم أحرم؟ حتى قالوا: يوم الحج الأكبر. فهموا أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد منهم الإجابة، فقالوا: يوم الحج الأكبر. فقال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام، إن دماءكم حرام عليكم، إن دماءكم حرام يعني حرام عليكم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلم ولا يسلم. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو اجتمع أهل السماوات والأراضين على سفك دم امرئ مسلم لأكبهم الله في النار ولا يباري. وأطاف ابن عباس بالكعبة وقال جاء موقوفا مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وقال: أنت الكعبة، شرفك الله وعظمك، حرمة دم المسلم عند ربي عند الله أعظم منك. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقتل المؤمن حين يقتل وهو مؤمن، لا يقتل القاتل حين يقتل وهو مؤمن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، فإذا أصاب دما حراما بلح. قال الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فقال: إن دماءكم حرام، دماءكم حرام، المسلم كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. قال: دماءكم، إن دماءكم وأموالكم، وأموالكم حرام عليكم، يعني حرام أن يأكل أحد مال أحد إلا بانتراض. قال الله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما حصر وقصر، إنما البيع عن تراض. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه.
لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم، إن أموالكم يعني أموالكم حرام عليكم، سواء تعاملتم بالربا، سواء الغش، سواء السرقة أو الغصب أو الاختلاس، كل ذلك حرام. لا يحل مال امرئ مسلم، لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. فإن دماءكم أموالكم وأعراضكم، وأعراضكم حرام عليكم، فأيضا لا يجوز الإنسان أن يتعدى على عرض المسلم. فالمسلم إذا 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 بإسلامه يكون معصوم الدم والعرض والمال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام. والذمي كذلك، والذمي أيضا يحرم دمه وماله وعرضه. قال: كحرمة يومكم هذا، لأنهم يعلمون بأن البلد الحرام والشهر الحرام واليوم الحرام يحرم أن ينتهك المرء فيه الحرمة. قال: كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. هذا اليوم يوم الحج الأكبر حرام، وأيضا الشهر شهر الحرام وشهر ذي الحجة حرام، أو شهر ذي الحجة حرام والبلد الحرام. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ألا لا يجني جان على إلا على نفسي، يعني لا يجني على غيري. وهذا أصله في قول الله جل وعلا: ولا تزر وازرة وزر أخرى. ولما دخل رجل على النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ابنه، قال: من هذا؟ قال: ابني. قال: ألا إنك لا تجني علي ولا يجني عليك. قال: ولا تزر وازرة وزر أخرى. وقد قال الله تعالى: إن الله لا يظلم الناس شيئا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. قال: ألا لا يجني جان إلا على نفسه. ولذلك استشكلت عائشة رضي الله عنها أرضاها ما ورد عن عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن الميت لا يعذب ببكاء أهلي عليه. قالت: كيف وقد قال الله جل وعلا: ولا تزر، كيف وقد قال الله جل وعلا: ولا تزر وازرة وزر أخرى. قال: ولا يجني والد عن على ولده، ولا يجني والد على ولده، ولا مولود على والده، لا يجني مولود على والده، ولا يجني والد على ولده. وهذا فيه دلالة واضحة جدا على أنه لا يتعدى أحد على أحد، وأن الله تعالى لا يأخذ أحد بجريرة أحد، وأن الله لا يأخذ أحدا بجريرة أحد. ولا يجني والد على ولده، ولا مولود على والده. ألا إن الشيطان قد أيس أن يعبد في بلدكم هذا أبدا. المعنى هنا: إن الشيطان قد أيس أن يعبد في بلدكم هذا أبدا. فيها دلالة على من قال بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيس الشيطان أن يعبد في جزيرة العرب، ثم قال إلا التحريش. فبعضهم قال: إذن يعني لما أنتم ليلة نهار تتكلمون على التوحيد وغير التوحيد، والنبي قد ضمن لنا أنه لا شرك في هذه الأمة بعد التوحيد، لا شرك بعد التوحيد، لأنه قال: يائس الشيطان أن يعبد في جزيرة العرب. فكان من توجيهات وتأويلات هذا الحديث يائس الشيطان أن يعبد في جزيرة العرب بأنه يائس من هؤلاء الصحابة، من الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم، من هؤلاء الصحابة أن يعبدوه من دون الله جل في علاه، يائس منهم، ولكن حرش بينهم التحريج بينهم، ولأن التوحيد قد استم في قلوبهم أو في البلد الحرام مكة والمدينة، يائس أن يعبد فيها. وهذا يعني هذا لا يخالف أن يعبد في غيرهما. والحق كل الحق أن نقول: الشرك سيدب في هذه الأمة كما تمكن التوحيد، الشرك سيدب في هذه الأمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال في آخر الزمان، وقال: لن تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء أليات نساء دوس عند ذي الخلصة، هذا صنم يعبد من دون الله جل في علاه، فسترتد أقوام ويعبدون أصناما من دون الله جل في علاه، ويدب الشرك في هذه الأمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يعني أخوف ما أخاف عليكم أخوف من الدجال، قال: الشرك الخفي، قال: كدبيب النمل. فيكون المعنى هنا بأن الشيطان أيس من هذه الجعبة، من هذه الطائفة،
لأنهم قد تمكن التوحيد بعلو في قلوبهم، فأيس أن يعبد من دون الله في علاه، لكن يحارش بينهم أو في البلدين البلد الحرام مكة والمدينة. وهذا الحق، لأن كما قلنا الشرك سيدب في هذه الأمة وانتشر، بل انتشر بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. رجع أقوام عبدوا الأصنام بعدما مات النبي صلى الله عليه وسلم، كفر أقوام رجعوا أقوام إلى عبادة الأصنام. قال ألا وإن كل ربا من ربا الجاهلية، قال ألا قال ولكن سيكون له طاعة في بعض ما تحتقرون من أعمالكم فيرضى بها، يعني يرضى بالتحريش والطاعة وهي الصغائر. اللهم اغفر لنا يا رب العالمين، اللهم اغفر لنا، فسيرضى بها. وشوف انظر النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولكن سيكون له طاعة، يعني أكيد سيقع منكم هذا، سيكون له طاعة، لأن النبي قال كل ابن آدم خطأ وآخر الخطائين التوابون، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم أن تغفر تغفر جمة وأي عبد لك لا ألم. قال وطبعا هذه عظيمة، لأنه قال فيرضى بها، فيرضى بها. اللهم اغفر لنا يا رب العالمين. ألا وكل دم من دماء الجاهلية موضوع، النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليغاير الجاهلية فيما يتبنون في الدماء، وأنهم كانوا إذا قتل لهم قتيل إن كانت قرية شريفة يقتلون 100,000 كما كان في حرب البسوس. قال إن كل ربا من ربا الجاهلية موضوع، والربا موضوع، لأن الربا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عاقبته إلى قل، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله أكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. فربا الجاهلية موضوع، قال موضوع تحت قدمي هذا لا عبرة به ولا يؤخذ به. قال وأول ما أضع منها قال أول ما أضع ربانا ربا العباس. قال لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، لكم رؤوس أموالكم يعني إن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، يعني الزواج التي تأخذونها ليست لكم، فلا بد من تطهيرها وتخرج. وهذا أمر آخر في تفصيل آخر، بأنه من استلم الفوائد ولا يعلم عالم مع ذلك أنها حرام يريد أن يتصرف فيها، أنا أقول الفقراء أولى الناس بها، الفقراء أولى الناس بها. ثم قال ألا يا أمتاه، أمة الإجابة، هل بلغت 3 مرات؟ فقالوا نعم، اللهم فاشهد، اللهم فاشهد 3 مرات. وهذه فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أشهد الله جل وعلا على هؤلاء أنهم يقرون بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ الرسالة، بل شهد الله له يوم القيامة، شهد الله له في الكتاب في القرآن أنه بلغ الرسالة وأتم البلاغ حين قال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل عليك من ربك وإن لم تفعل فمن بلغت رسالته والله يعصمك من الناس والعصمة على قدر البلاغ، فكانت عصمة تامة كاملة، هذا دلالة على أن البلاغ كان تاما كاملا. وأيضا بأن الله تعالى قال ولو تقول علينا بعض الأقاويل أخذ منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين، فاستشهد رب واستشهد الأمة فشهدوا له أنه قد بلغ وأتم البلاغ بأبي هو وأمي. هناك روايات أخرى تكلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بما أمر به الأمة، وهذا يأتي إن شاء الله تباعا في الدروس القادمة. الفوائد المستنبطة، الأشهر الحرم، تعظيم الأشهر الحرم من تعظيم شعائر الله جل في علاه. حرمة الدماء، الأصل في مال المسلم هي العصمة، لا يستباح الشرع بحفظ الأعراض. قبل عشان ننزل على ولي الأمر أن يجري الأحكام عليه وعلى آل بيته قبل أن يجريها على الناس، على ولي الأمر أن يجري الأحكام عليه وعلى آل بيته قبل أن يجريها على الناس. هل هناك ما شاء الله، ممتازة يا أستاذة كريمة، اللهم ارزقنا يا رب العالمين، بركت يا حاتم. إذن لو في أسئلة تفضلوا، انتهت سنن ابن ماجه فضلاء، قد انتهت الدروس اليوم.